زيتون، دايما بنجيب الزيتون يتبقى كده خمسه سته على الجنب، يفضلوا دبلانين وحالتهم حاله خلاص عايزين نصرف فيهم. عندك زيتون اشتريتيه ولقيتي نسبه الملح بتاعته عاليه، ممكن قوي تعملي الغموس بيه، وممكن على فكره برضو معلومه على المشي كده تديله شطفه تحت الميه، افضلي حطاه في بوله ميه كده هيصفي الملح بتاعه. طب عايز تعملي بيه وصفه، اعملي بيه الوصفه اللي انا اقول لك عليها دلوقتي دي، بسيطه قوي. شويه زيتون، على فكره الغموس ده يا جماعه ده بيتباع في السوبر ماركت والله في برطمانات وباسعار غاليه جدا جدا، مش عارفه ليه، هقول لكم عليه. زيتون اخضر، ثوم، بقدونس مفروم، زيت زيتون، معلقتين كبار من الخل، معلقه كبيره من البهارات الايطاليه، معلقه صغيره من الزعتر، معلقه صغيره من الفلفل الاحمر الحار، معلقه كبيره من البابريكا. بس ده والله بيتباع في السوبر ماركت اللي هي الهايبر ماركت الكبير ده، بيتباع في برطمانات كده، وحتى بيبقى فيه منه محبب كده ما بيكونش مضروب ضرب كامل يعني. يلا هنزل بالزيتون، زيتون بقى حلقات، زيتون صحيح، تمام. ايه اللي موجود عندك؟ شويه بقدونس، ثوم اهو، شويه خل، وننزل بشويه زيت زيتون او زيت عادي براحتك، شويه من الله البهارات الايطاليه. حلوه قوي البهارات الايطاليه دي، فظيعه يا جماعه على فكره في البيتزا كمان. معلقه كبيره من البابريكا، شويه كده من الفلفل الاحمر الحار، شويه من الزعتر، وطبعا ما ننساش الملح والفلفل، تمام. نجيب الملح والفلفل، ما نكترش ملح قوي، نضرب بقى الكلام ده مع بعض. بس عايز اعمل حاجه، انا عايز ازود معلش شويه زيتون، سوري شويه زيت، زيت عادي او زيت زيتون، ونضرب كل الكلام ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده، تعالوا كده نشوف قوام الغموس بتاعنا كده عامل ازاي. اهو ده بقى غموس في اي حاجه بقى، تغمزوا بقى بيه عيش بقى، شويه مخبوزات انتوا عاملينها، عيش كده بايت عندك تحمصيه ويتعمل معاك بيبقى جميل قوي على فكره. اهو كده، وعلى الوش بقى ممكن اهو، خلاص كده تمام. ها ماشي،